اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أهلا بكم في قناة حكايات شيري، هكمل لكم الحكاية، لكن قبل ما أبدأ ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو أنتم مش مشتركين. وبعد 6 شهور وأثناء ما كنا بنجهز شقة رؤية، ماما قالت: بقول لكم إيه يا بنات، أنا عملت اللي أقدر عليه، كملوا أنتوا ترتيب الشقة، أنا هروح البيت أجيب الغدا وجاية. صممت رانيا تروح مع ماما ترتاح شوية، وفضلت أنا أكمل ترتيب في الشقة. كنت خلاص بدأت أنسى حبي لخالد وركزت في فرحتي بأختي رؤية. وبس سمعت باب الشقة بيتفتح، افتكرتها رانيا رجعت تاني أو نسيت حاجة، فكرت أخدها واستخبيت منها، وبعد كده صرخت في وشها، لكن لقيت خالد هو اللي في وشي وبيقول لي: يخرب بيتك يا شيخة، أنا كنت هموت من الخضة. رديت وقلت: أنا أسفة والله، بعد الشر عنك أنا متأسفة قوي. رد وقال: ولا يهمك يا ستي، أنت إيه اللي جابك هنا صحيح؟ رديت وقلت: أنا وماما ورانيا كنا بنوضب البيت وبنفرش، أنت عارف إن رؤية مشغولة علشان الامتحانات. رد خالد وقال: آه دي حتى مشغولة عني. رديت وقلت له: هي تقدر برضو، أنت عارف إنها بتحبك وعايزة تنجح عشان تبقى فاضيالك بعد كده، ربنا يسعدكم. رد خالد وقال: يا لمية أنا زي أي شاب نفسي أحس باهتمام. رديت وقلت له: فهماك، بس أنت اعذرها، هي بتحبك ودي ظروف، وأديك شايف كلنا مضغوطين بين شقتكم وشقة رحيم وخديجة، ربنا يتمم لكم بخير. وفجأة النور اتقطع وأنا اترعبت من الضلمة، وهنا الشيطان لعب دوره، واتفاجأت ان خالد كان عنده استعداد لتطور الامر وما عندهوش اي مانع من التمادي فيه. والحمد لله لقيت ماما ورانيا رجعوا تاني من البيت. سمعت الباب بيخبط، فوقنا احنا الاتنين، وخالد شغل الكشاف وفتح الباب، لقيت ماما ورانيا، وماما بتقول: ايه يا خالد يا حبيبي، في حاجة ولا ايه؟ رد خالد وقال: مفيش حاجة يا ماما، انا كنت بجيب الشنطة دي فيها شوية هدوم لسه جايبهم، قلت أطلعهم على هنا. لقيت لميا بتعيط علشان النور مقطوع. ردت ماما وقالت: أيوة يا ابني، أصل لميا جبانة جدا. رديت وقلت: الدور والباقي على اللي سابتني وراحت تاكل، أنا مش هاجي هنا تاني على فكرة، لما النور يجي همشي ومش راجعة. وفعلا بعد ما النور جه روحت البيت ودخلت أوضتي، لكن حسيت بشعور غريب قوي، خوف وفرحة وتوتر، يا ترى هيقول عليا ايه؟ انا ازاي اعمل كده اصلا؟ انا خاينة ووحشة قوي، يا رب سامحني، انا ما كنتش اقصد. وسمعت التليفون بيرن، ايه ده خالد؟ رديت عليه ويا ريتني ما رديت، قلت الو، لقيت خالد بيقول: لميا انت معايا؟ الو. استجمعت قوتي ورديت عليه وقلت: أيوة يا خالد، إزيك؟ رد وقال: الحمد لله، أنت بقيتي كويسة؟ رديت وقلت له: أيوة بقيت كويسة. رد وقال: أنا عارف إن اللي حصل ما كانش المفروض إنه يحصل، أنا والله مش عارف حصل إزاي، أنا آسف. رديت وقلت له: أنا اللي أسفة يا خالد، أنا اللي أسفة على كل حاجة، أنا عارفة إنك بتحب رؤية ومع ذلك اتمديت معاك في الغلط، وغصب عني لقيت نفسي بعيط، ولقيته بيقول لي: انت بتعيطي ليه دلوقت؟ ما حسيتش بنفسي غير وانا بقول له: عشان انا بحبك، ايوه بحبك من زمان، وانت عمرك ما حسيت بيا، طول عمري بحاول الفت نظرك وانت كنت معتبرني هوا، خلتني افقد الثقة في نفسي من كتر تجاهلك ليا، انا بقيت وحشة قوي قدام نفسي، واديني بحبك وانا عارفة انك بقيت لاختي، أنا موجوعة قوي يا خالد، موجوعة قوي. رد خالد باستغراب وقال: لميا أنا أول مرة أعرف الكلام ده. رديت وقلت له: خالد أنا اللي كلمتك وقلت لك إني بحبك، ومع ذلك افتكرتني رؤية، بس خلاص ما بقاش الكلام ليه فايدة، اعتبرني ما قلتش حاجة، وعامل رؤية كويس وخد بالك منها، وانت من النهاردة مجرد أخ وبس، ويا ريت تنسى أي كلام ضربنا. وبعدها بكام يوم
جت عمتي وابنها من السعودية لحضور فرح إخواتي، كان بقالنا كتير قوي 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 ما شفناهمش، ومن يوم ما وصلوا وهم يوميا يزورونا. كنت بلاحظ إن حاتم دايما متابعني بنظراته، وفي يوم كنا كلنا متجمعين اتكلم حاتم وقال: اسمعوني يا جماعة، أنا بصراحة معجب بلميا وعايز أخطبها، إيه رأيك يا رحيم؟ بصراحة اتفاجأت بطلبه جدا، واتفاجأت أكتر لما لقيت خالد بيبصلي أنا وحاتم نظرة غريبة وكأنه رافض اللي سمعه. رد رحيم وقال: والله يا حاتم أنا موافق، بس الرأي رأي لميا. رديت وقلت: بصراحة أنا اتفاجأت بطلبك يا حاتم، اديني فرصة أفكر وأرد عليك. خلص الكلام على كده وقضينا اليوم. لقيت بعد كده خالد بيتصل بيا تاني في الفجر، رديت عليه لأني كنت مستغربة اتصاله جدا، وقال: انت صحيح يا لميا هتوافقي على حاتم؟ رديت وقلت له: اه، ليه بتسأل؟ رد وقال: طيب بقى انا كنت عايزة اتكلم معاكي في موضوع مهم بخصوص مشكلة بيني وبين رؤية، ومش عارف اوصل معاها الحل، وبصراحة عايزة اتكلم معاكي بعيد عن البيت. طبعا اي حد مكاني هيوافق، وفعلا وافقت اقابله، لكن من جوايا ما كنتش مستريحة للمقابلة دي ابدا. لكن لما قعدت معاه لقيته بيقول لي كلام غريب جدا، وان موضوع المشكلة اللي بينه وبين رؤية ده موضوع وهمي. وده لما قال: بصراحة يا لميا انا رافض ارتباطك بحاتم، وانا عارف انك بتحبيني، انا كمان اكتشفت اني بحبك وعندي حل للوضع اللي احنا فيه، انا ممكن اشوف لك شقة تقعدي فيها لحد ما انفصل عن رؤية ونتجوز بعيد عنهم. انا كنت مذهولة من الكلام اللي بسمعه، ولسه هيكمل كلامه قطعته بكل حدة وقلت له: انت اكيد مش واعي للكلام اللي انت بتقوله، انا بحمد ربنا انه بعدك عني، لكن انا مش هخلي اختي ترتبط بانسان رخيص زيك، وهبلغهم في البيت كل اللي انت قلته. وسبته ومشيت. طبعا لاني زي ما قلت لكم اني ما كنتش مرتاحة للمقابلة دي، قررت اني اسجل كلام المقابلة كله على الموبايل، ولما رجعت البيت سمعتهم الحوار اللي دار بيني وبينه، والحمد لله موضوع انتهى خلاص. وفي النهاية: اوعوا تزعلوا ان ربنا منع عنكم شيء كنتوا بتتمنوه، لان ربنا دايما عايز لينا الاصلح، فانت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. دمتم في امان الله.